هو ده اللي أنا كنت بتكلم عنه، فكرة إن الراجل شايف إن اللعيب المهم بالنسبة له هو منتخب مصر، هو مش حاطط أسامي لعيبة أو فلان موجود أو فلان مستبعد عن منتخب مصر، هو حاطط مصلحة منتخب مصر فوق الجميع، وهو ده اللي إحنا عايزينه الفترة الجاية. كل الدعم أكيد لمنتخبنا الوطني إن شاء الله، بإذن الله نكون بيختلف الشكل كليا أمام ليبيا إن شاء الله يوم الجمعة. طيب، من منتخب مصر لنادي الزمالك، والحقيقة عايز أبدأ من نادي الزمالك بفريق كرة اليد. فريق كرة اليد في نادي الزمالك مختلف، الفريق الأكثر تتويجا، الفريق اللي الناس كلها بتتكلم عنه باللعيبة اللي موجودة فيه، أسامي كبيرة جدا موجودة مصنفة أسامي عالمية في نادي الزمالك. بتتكلم عن أحمد الأحمر، كاتونجا، يحيى الدرع، كل اللعيبة الحقيقي اللي موجودة داخل نادي الزمالك، حتى الشباب. يعني لما تيجي تتكلم في اللعيبة الشباب كمان داخل نادي الزمالك كلهم، عندك حسن قداح، خالد وليد، لعيبة كتير جدا وكلهم نجوم الحقيقة. وده اللي كان بيقوله المدير الفني لنادي الزمالك روي، يعني كان بيتكلم في حتة ان هو انا مش عايز لعيبة، انا مش محتاج لعيبة، انا عندي لعيبة موجودة تقدر تعمل الشكل اللي أنا عايزه اللي يليق باسم نادي الزمالك. وهو ده اللي اتكلم فيه المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد. طبعا مباراة مهمة جدا بكرة إن شاء الله في مواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية. نادي الزمالك أكيد مباراة صعبة، مباراة مهمة، ويمكن فريق نادي الزمالك في كرة اليد متفوق، إن آخرهم مباراة السوبر اللي راح بعديها على طول على كأس العالم للأندية في السعودية. فبنتمنى أكيد كل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله غدا أمام برشلونة. طيب، عشان نطمن أكتر على البعثة ونعرف إيه التفاصيل، خلونا ناخد كابتن حمادة عبد الباري، رئيس بعثة، رئيس جهاز كرة اليد في نادي الزمالك. برحب بحضرتك يا فندم، مشرفني ومنورني. ازيك يا كابتن يحيى؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، احنا كويسين الحمد لله. زي حضرتك يعني عايزين نطمن على بعثة نادي الزمالك بشكل عام، مباراة مهمة بكرة جدا ان شاء الله امام برشلونة، ايه اخر التطورات عند حضرتك هناك في السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ان شاء الله الحمد لله، احنا دلوقتي وصلنا السعودية امبارح، وصلنا الجدة امبارح. الناس اتعملت، اوليفر عمل تمرين بالليل الساعة 8 بالليل، وبعدين النهارده الصبح الفرقه فطرت، وحاليا هنعمل محاضره على الساعه 5، وبعدين يطلع على تمرينه الساعه 8 بالليل، واربعه بس من البعثه هيحضروا حفل الافتتاح، على اساس ان احنا عندنا عن تمرين الساعه 8 وحفل الافتتاح الساعه 7. ده كله توقيت السعوديه على فكره، انا بقول التوقيت اللي بقولها لك دي. الفرقه الحمد لله في حاله جيده، واللعيبه بتأذر بعضها، ومصممين على انهم يعني يقدموا مباراه كويسه ويفوزوا باذن الله، مش رايحين يمثلوا تمثيل مشرف. لكن هم بيتكلموا على اساس من جواهم، يعني بيقولوا احنا لعيبه منتخب مصر، لعبنا فرنسا، لعبنا المانيا، لعبنا اسبانيا، لعبنا عملنا ماتشات كويسه، وكانت الماتشات قريبه مننا ان احنا نكسب. وحتى في البطوله اللي فاتت، بطوله العالم اللي فاتت، كنا بنلعب كيل بطل اوروبا، والنتيجه طلعت فرق جونين، رغم ان في اخر مثلا 11 ثانيه احنا رايحين نجيب جون التعادل، كانوا غالبين فرق واحد صحيح، ورايحين نجيب جون التعادل ما وفقناش، فرجعوا جابوا الجون الثاني. احنا مغلوبين من فرقه كيل فرق جونين في البطوله اللي فاتت، وقدرنا كده ان احنا ابطال افريقيا. فبطل افريقيا عاده بيلعب بطل اوروبا في اول الايه، في اول لقاء في بطوله العالم، يلعب من الاربعه الاوائل، يلعب من ايه، من الخامس للعاشر صحيح. بس جاهزيه اللعيبه كابتن حماده، المدير الفني اتكلم مع اللعيبه، التجهيزات او التحضيرات دايما بتكون مختلفه، اللي انت بتقابل بكره برشلونه فريق يعني فريق كبير وبيمتلك عناصر. اتفضل. والله تحضيراتنا يعني تحضيراتنا كانت عن طريق لعب مباريات الدوري العام، مش اكتر من كده. احنا لعبنا ثلاث مباريات، اللي هو الاهلي في الدوري العام، والبنك الاهلي، ونادي اكتوبر. دول ده كان استعداداتنا قبل السفر لبطوله العالم. الراجل رفض حتى كمان ان هو يجيب لعيبه اجانب، اي لعيب اجنبي نستعيره يعني. صحيح. لكن هو رفض، قال لك انا مش عايز، ما بحبش لعيب اجنبي يجي يلعب عندي ماتش او ماتشين ويمشي. يعني انا لو اجيبه لعيب اجنبي هتقول لي على طول الموسم. فالراجل هو يعني واثق في فرقتنا، وفرقتنا واثقه في نفسها، وربنا يسهل ان شاء الله، ودعوات المصريين كلهم لينا ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنمثل مصر كده اولا طبعا باسم نادي الزمالك ان شاء الله. حصل تواصل بين اللعيبه؟ يمكن لاعبنا المصري علي زين طبعا موجود في صفوف نادي برشلونه، حصل تواصل بين اللعيبه؟
لا بالتليفون اه، لان احنا قاعدين في اوتيل وفرقه برشلونه قاعده فوق. احنا هنا في اوتيل في جده في 5 فرق، وفي اوتيل تاني في 5 فرق، وحاطين هنا 5 وهنا 5. برشلونه بعيده عننا، هم بعدوا الفرقتين اللي هيلعبوا اول ماتش عن الاوتيل ذات نفسه يعني. كابتن حماده مش هم هنشوف علي بكره يعني، هم اللعيبه بتتواصل معاه علي زين طبعا. اكيد عايزين نرجع لهم يعني. مشوار نادي الزمالك في حال المكسب ان شاء الله او في حال الخساره؟ في حال المكسب هنلاعب برضو فرقتين اقوياء جدا اوروبا برضو. هنلاعب نادي نادي دنماركي، ولو كسبنا ان شاء الرحمن نلعب نادي الماني اللي هو اساسا بطل اوروبا. ادي يبقى دي ايه؟ يبقى دي 3 مباريات اللي احنا هنلعبهم، وكل فرقه من دول جايه تلعب 3 مباريات. الاولاني في التمهيد اللي احنا بنلعبه ده دلوقتي بيسموه دور الثمانيه. فاهمني حضرتك؟ تمام. فاحنا هنلعب النهارده برشلونه، لو كسبنا هنلعب برضو طريقنا يبقى برضو صعب، خلي بال حضرتك. لكن مش مهم، احنا مهم احنا نكسب ان شاء الرحمن وربنا يسهل ان شاء الله. لو لا قدر الله ما وفقناش هنلعب من الخامس للعاشر، نخش بقى في الفرقه الثانيه حسب اللقاءات المتبادله من بين الفرق. هنلعب مثلا الدحيل القطري تقريبا يعني ونلعب بقى على المراكز يعني ان شاء الله خير. اللعيبه بينها وبين نفسها كابتن حماده، يعني انت عندك لعيبه منتخب كتير، ودايما كنا بنتكلم عن الروح اللي موجوده في منتخب مصر لكره اليد، وقد ايه ان اللعيبه مؤمنه بشكل كبير جدا ان المكسب جاي. اللعيبه بينها وبين بعضها بيتكلموا؟ والله يا كابتن يعني انا شايف الفرقه لما نفسها كويس قوي. احمد الاحمر ككابتن فرقه وكقائد للفريق وراجل خبره بيقعد معاهم يعني، قعد معاهم امبارح وقعد وهيقعد معاهم النهارده، واللعيبه بتقعد مع بعض على فكره بعيد عن الجهاز الفني والاداري بيتكلموا كلام تاني خالص وبيأزروا من بعضهم، وربنا يوفقهم. هم عندهم ثقه ان هم عايزين يصبروا، وعندهم ثقه في الفوز، هم عندهم ثقه في كده. ربنا يوفقهم، ربنا يوفق ان شاء الله. احمد الاحمر مكمل مع نادي الزمالك بعد كاس العالم للانديه، ولا في نيه للاعتزال يا كابتن حماده؟ احمد الاحمر بعد المباريات الدوري اللي عملها دي ممكن يكمل مع منتخب مصر ذات نفسه، مش نادي الزمالك وبس يعني. يمكن هو كان عنده وجهه نظر مختلفه، ولكن اكيد وجود احمد الاحمر دايما في الملاعب بيفرق بشكل كبير جدا سواء مع نادي الزمالك. احمد الاحمر قيمه وقامه طبعا طبعا. وبعدين زي ما انت قلت في مقدمه كلامك يعني نادي الزمالك بيضم خبرات وشباب فاهمني حضرتك، وكلهم على مستوى عالي. انا يعني كان مثلا منتخب مصر فرقه نادي الزمالك 9 افراد، 9 اساسيين بيلعبوا فاهمني، فهم بيلعبوا على هذا الاساس يعني. يقول لك اي نعم منتخب يعني برشلونه ده يعتبر منتخب عالم لانه اقوى من اي منتخب، لانه بيجيب احسن لعيبه في كل منتخب في مصر في كل الانديه، لكن هم برضو واثقين في نفسهم وربنا يوفقنا ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن حماده. اللي هيفرق بكره ان شاء الرحمن الروح طبعا وحراسه المرمى. صحيح، وحراسه المرمى هي دي اللي هتفرق ان شاء الله. لكن ان شاء الله احنا عندنا كريم وعندنا فلفل، عندنا هنداوي وعندنا فلفل وعندنا هشام السبكي، ربنا يوفق ان شاء الله اللي يلعب وربنا يوفقنا كلنا. كل التوفيق يا كابتن حماده ان شاء الله، وباذن الله اداء بكره يكون مختلف ومشرف لنادي الزمالك امام برشلونه. بشكرك كابتن حماده عبد الباري رئيس طبعا جهاز كره اليد في نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا. وكل